عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شروني يحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإنسان ينتبه للكلام في هذه الأمور، لأن الله عز وجل بيّن ذلك في كتابه وأكد عليه وشدد. قال سبحانه وتعالى: قل أذن خير لكم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يا إخواننا، يعني أي سماع يسمع لكل من يكلمه صلى الله عليه وسلم، كان يسمع لكل من يكلمه وينتبه له ويجيب على سؤاله، فهذا من حسن الخلق. لكن أعداء الدين عابوا ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم المولى عز وجل وقال: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله ما قالوا، بعد ما قالوا الكلام السيء قال الله عز وجل منكرا عليهم: يحلفون بالله ما قال. لأنه لما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما قلنا. والرجل قال: والله ما قلت. فقال الله: يحلفون بالله ما قال، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. شوف الكلمة، الكلمة بتوقع الإنسان في الكفر. الكلمة، خلي بالك من الكلمة، خاصة إذا كانت كبيرة، كالذي يسب شرع الله عز وجل أو يسب دين الله عز وجل أو يغمز وهو غضبان. خلي بالك مع الغضب الإنسان يتكلم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. طب قال كلمة الكفر دي تكفروا؟ ربنا عز وجل يقول: وكفروا بعد إسلامهم. كانوا مسلمين لكن بسبب كلمة الكفر كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم. ومع ذلك من رحمة الله عز وجل أن قال ربنا سبحانه: فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. في الدنيا أيضا يعذب الذي يغمز بدين الله عز وجل ويتطاول بالكلام على الخير وعلى الكتاب وعلى السنة وعلى أهلها، فهذا يعيش معذبا والعياذ بالله، تعذيب نفسي وتعذيب بدني وتعذيب معنوي وتعذيب جسدي. ربنا عز وجل يبتليه بالكثير ويعيش مخنوقا ويموت هكذا فضلا عن عذاب الآخرة، لكن المؤمن يسلم لأمر الله عز وجل ويرضى بشرع الله عز وجل ويسلم تسليما. مفعول مطلق، تسليما دي مفعول مطلق، تسليما، تسليما تاما، تسليما مطلقا، تسليما كاملا بلا اعتراض. حتى لو أن الإنسان وجد في نفسه شيء يسلم. يعني انظر للأشعريين قوم أبي موسى رضي الله عنهم، لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه أن يحملهم معه في الغزو كما روى مسلم في صحيح، وقدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مغضبا، فقال: والله ما أحمل، لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم. فانصرفوا يبكون وسلموا الأمر لله عز وجل، سلموا، ما كانش معاه ما يحملهم، يعني عايزين يحملهم، يعني إيه؟ يعني يأتيهم بالدواب التي تحملهم إلى الغزوة، يجاهدهم فقراء، معهمش دواب، معهمش نوق ولا إبل ولا خيل ولا حمير ولا شيء يركبونه. فأرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، قال: والله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم علي. فمدحهم الله عز وجل فقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. شوف عملوا إيه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني انصرفوا يبكون مسلمين لأمر الله عز وجل ويبكون من الحزن، وما اعترضوش على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش بتحملناش ليه وتصرف لنا وإحنا عايزين نجاهد وساعدنا، لا 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 لا، مش يوفقوا. فربنا مدحهم، تولوا يعني يبكون حتى مش أمامه وهم من ورائه، شفقة ورحمة وحبا وشوقا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام
لذلك مدحهم الله عز وجل: ولا على الذين ما إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هذا هو الذين عليهم سبيل وعليهم حساب وعليهم عذاب، أنهم تخلفوا وهم أغنياء، تخلفوا وهم أقوياء، لكن هؤلاء ليس عليهم حرج. فلذلك وجب على الإنسان أن ينتبه الكلام. فهنا من حسن حظ هذا الرجل أن الله عز وجل قال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ونصير. فمن حسن حظه أنه تاب، وتاب الله عز وجل عليه، لكن وقع في خطر عظيم بكلمة قالها، بكلمة قالها وقع في خطر عظيم، في خطر شديد، في خطر قوي، في خطر سحيق بسبب كلمة قالها وهو مغضب. فلينتبه هؤلاء الكلام الذين يجلسون في المجالس ويتكلمون يمينا وشمالا ولا يبالون بالكلام على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى من فتح الله عز وجل عليهم من أهل العلم. بعض الناس يتكلم حتى على أهل العلم الذين يحبون الكتاب والسنة ويغمزون ويظنوا أن هذا ليس بشيء. لا لا، حتى أهل الخير حرام أن يتكلم عليهم الإنسان فيما يؤذيهم. فهذه هذه إن لحومهم مسمومة، كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. فلذلك يعني يجب على الإنسان أن يتأدب في الكلام. وهذا رجل تكلم في ذلك، أخونا سالم الحافي كتب في جريدة الأزهر يقول: الأزهريون قادمون. ما فيش مشكلة، أهلا وسهلا، ما فيش مشكلة، لكن تجرح في إخوانك الذين انشغلوا بالدعوة وهم ليسوا أزاهرة، فهذا لا يصح يا أستاذ سالم بالطريقة. وتقول لازم الإنسان يكون حسن الخلق، وإنت ما كنتش هنا بتتكلم كلام إلا فيه تطاول شديد وغمز ولمز. يقول: زمن طويل مرير تم تغييب فيه علماء الأزهر عن حياة الناس. هم اللي في النظام السابق تغيبوا، ما حدش غيبهم، هم اللي بعدوا، وغيرهم تعرض للخطر وكان يقول كلمة الحق، فهم اللي بعدوا. أما يجي هم قادمون أهلا وسهلا، بس اللي تكلم أيام الشدة هو أكبر درجة وأكثر وأعظم خيرا ممن اختبأ أيام الشدة أو مالأ السلطان معلش واعتلى المنابر الإعلامية قوم لا يفقهون حديثا. ده أدب يا أستاذ سالم، لا يفقهون حديثا. هم الفضلتك اللي تفقه حديث ولا يحسنون كلاما، بل ينصبون بعض حرف يجر فيلا. ما أنت بتغلط أيضا في كلام كثير. أما الإنسان يغلط في غلطة في اللغة العربية ما نعتبش عليه بهذه الطريقة الشديدة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. الله يكرمك، أمين. بقول لحضرتك يا شيخنا بعد إذنك، أنا كنت بس أريد بس أن أقول أن هذا الصراع الدائرة اللي أنا شيخنا بين التيار الإسلامي الذي يمثله الإخوان المسلمين والسلفيين، أيوة، وبين التيار المدني الذي يمثله العلمانيين والليبراليين واليساريين والشيوعيين، إن هذا شيخنا ليس صراعا سياسيا، إنما هذا صراع من أجل الدين، صح، ومن أجل العقيدة، ومن أجل المنهج. نعم. هذا صراع بين من يريد الإسلام دينا وشرعة ومنهاجا، وبين من يريد العلمانية والليبرالية دينا وشرعة ومنهاجا. نعم. صراع بين من يريد شريعة رب العالمين وبين من يريد قوانين العلمانيين والليبراليين. نعم. صراع بين من يريد أن يكون الناس عبيدا لرب الأرض والسماوات وبين من يريد أن يكون الناس عبيدا للأهواء والشهوات. نعم. فالنهاردة شيخنا الحرب بقت مكشوفة. نعم. والنهاردة تجد أن أحد العلمانيين والليبراليين يقولون هو مال الله ومال السياسة، وده بيقوله على شاشات الفضائيات. وتجد آخر يقول احنا مش عايزين الدين يدخل في حياتنا. وأنا سمعت بأذني واحد يقول لأحد المشايخ: انت كل شوية تقول لي قال الله وقال رسوله. فأنا عايز بس يا شيخنا أختم بعد إذن حضرتك ومعذرة على الإطالة، أريد أن أقول أن لعوام الناس البسطاء، أنت الآن أمامك فريقين عليك أن تختار من بينهما، وأمامك طريقين لا ثالث لهما. إما أن تختار التيار الإسلامي الذي يرفع راية الإسلام ويريد أن يطبق الشريعة والذي يرفع راية لا إله إلا الله، وإما أن تختار الفريق الآخر العلمانيين والليبراليين الذين يريدون أن ينحوا الشريعة والذين يريدون أن ينصروا الفواحش والمنكرات بين المسلمين.
وعلينا أن نعلم أيها المسلمون أن الفريق الأول الذي هو التيار الإسلامي الذي يمثله الإخوان والسلفيون، هؤلاء سينصرهم رب العالمين حتما ولا بد، لأن الله تبارك وتعالى قال ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما الفريق الآخر الذي يمثله العلمانيون والليبراليون والشيوعيون واليساريون، فهؤلاء في الأذلين كما قال رب العالمين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقر أعيننا بنصرة دينه ونصرة شريعته، وأن يخذل العلمانيين والليبراليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. وجزاك يا أخي، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ازيك يا ابو امين؟ ازيك يا دكتور؟ كل سنه طيب. ابو صح سلام. عاوزينك تيجي كل يوم، يعني بنطلب من الدكتور محمود حسان ان سيادتك تيجي كل يوم، دي اول طلب. ان شاء الله. تاني طلب عاوزينك تمسك شيخ الازهر، يا ريت والله نتمنى ان انت تمسك شيخ الازهر. يا شيخ نتمنى يعني. المهم الجماعه دول انا كنت بدور يوم المليونيه، كنت بدور عليك ما قابلتكش. لا انا يوم نزلت الحمد لله جامعه القاهره. انا نزلت الحمد لله. بالنسبه للناس ديت اللي في التحرير، اولا دول الموضوع مش موضوع محمد مرسي ولا موضوع دستور صح، ولا موضوع رئاسه، ولا الموضوع مش عاوزين اسلام، يعني هم صح. مش طايقين حاجه اسمها اسلام. نعم. يعني لما تيجي تقول له طب شرعيه اسلاميه مش عاوز، تيجي تقول كلام في الاسلام هو مش عاوز يسمع اصلا، يعني هو مش عاوز يسمع اصلا كلمه اسلام. المهم احنا مالناش دعوه بالناس ديت، انا بس بطلب من الرئيس محمد مرسي يستغل الناس الحركات الجهاديه في التعاون، يعني يتعاون معهم لان دول اقرب الناس له ودول اللي هينفعوه. انا بطلب من الرئيس محمد مرسي اللي هو يستعين في كل حاجه الحركات الجهاديه، السلفيه الجهاديه في سنة امال الحركات الجهاديه في مصر، لانه دول اللي هينفعوه ودول ناس كويسين وهم حبهم ايدينه، هو يستعين بهم. دي الحاجه اللي عاوزين نعمل مليونيه الازهر، برضو عاوزين نعمل مليونيه عشان الشيخ عمر ابو الرحمن رئيس معهد المرسي عندنا ابوه ملتحين. عم الشيخ عبد الله ظباط الملتحين، ظباط الملتحين ناس ما بتاخدش مرتبها والمال عنهم الترقيه اربع احكام نهائيه. لا يرجعوا ثاني ان شاء الله. هيرجعوا ثاني ان شاء الله. فيجب يرجع، ويا ريت انت تفعل الموضوع وتقف معانا، لان الناس ديت يعني الناس يعني صبروا كتير من شهر 3 ما بياخدوش شرقيه. ان شاء الله ربنا يكرمهم، ان شاء الله الرئيس مش هينساهم، لاخواننا الضباط الذين التحوا، هؤلاء فتح الله عليهم بالخير، فلما نسيبهمش على الاقل حتى لو طلعوا قعدوا في بيوتهم ياخدوا مرتبات كانهم بيشتغلوا، وان شاء الله الدكتور محمد مرسي مش هينساهم، فنظن به خير. فالحمد لله بفضل الله عز وجل هذا الخير، وشرع الله عز وجل غالب، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس اللي يعلمون. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يعطيك العافية يا شيخنا، يوفقك يا شيخنا، يا رب منور الشاشة والله يا شيخنا. يا رب جزاك الله خير. الله يوفقك يا رب. يا رب. والله يا شيخنا يعني بدنا، أنا بحكي معك من الأردن، عايش في الأردن بقالي 33 سنة يا شيخنا. ياه. وطبعا يعني إذا بدنا نتكلم يا شيخ بمهر بالله وكلام يعني لله سبحانه وتعالى، إحنا عشنا طول عمرنا من يوم ما وعينا وإحنا في استبداد ونظام استبدادي ونظام طاغي ودمر مصر والشعب المصري ودمر المسلمين وسجن المسلمين وسجن الموحدين، والله من علينا يا شيخنا براجل يتقي الله ويحفظ كتاب الله ويتقي الله في مصر. والله يا شيخنا ما شعرنا بالعزة ولا بالفخر ولا بالكرامة إلا لما إجا الرئيس محمد مرسي. يا شيخ يجب على الشعب المصري يا شيخ، شعب مسلم شعب موحد يا شيخنا، لازم وين الشعب المصري الموحد اللي يحكم بالعدل؟ وين هم وين اللي صفهم مع العلمانيين والعبرة
الإسلاميين والشيعيين وأعداء الدين وأعداء الشريعة. هل يا شيخ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ألا يتقوا الله في مصر أرض الكنانة يا شيخ، أرض الكنانة يا شيخ، أرض المجاهدين؟ وين يتذكروا حسن مبارك وجماعة عمل إيه والمحاكم وين كانت اللي الوقت فدأت كلها ضد الرئيس؟ أين كانت من الظلم والاستبداد للمسلمين يا شيخ اللي كانوا يتعلمهم وعلى رأسه محمد مرسي اللي كان مسجون والشرفاء في مصر يا شيخنا اللي كانوا مسجونين؟ أين الوقت صفوا فين؟ أين هم صفوا مع مين؟ يتقوا الله في مصر ويسيروا خلف الرجل حتى يقود الأمة العربية كلها وليس مصر يا شيخ، للعز والكرامة والحكم بما أنزل الله. شو حكم اللي ما يحكمش بما أنزل الله يا شيخ؟ شكرا يا أخي، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. ف يعني شرع الله عز وجل، ربنا عز وجل يحبه وسيقيمه إن شاء الله عز وجل، ولكن نحن نجتهد في إقامته وفي المطالبة به وفي الدعاء من أجله، لأن الله عز وجل لا يحتاج لذلك، فالخير عائد إلينا فإن أطعنا الله عز وجل وطبقنا شرعه. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته فضيلة الدكتور. ازيك يا دكتور عبد الله؟ الحمد لله. أخوك جمال دعم السويس. أهلا يا شيخ جمال. ازي صحتك؟ يا مرحب. مرحبا بك. صوتك متغير النهاردة يعني. لا النهاردة بسم الله في أحسن حال ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى بشرنا بشرة طيبة بعدين حفلها لك بيني وبينك في السويس كده. طيب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير. ربنا يبشرنا بخير. ودايما بدعائك لي لأنك أنت بتحبني زي ما أنا بحبك. أنا دعوت لك أن يفرج عنك. والله أنا حاسس يا حبيبي، ربنا يبارك لي فيك وما أرميش منك. آمين يا رب. وإن شاء الله إحنا طبعا قلوبنا مع الدكتور ومع الدستور إن شاء الله. قلوبنا مع الدكتور ومع الدستور ومع الإسلام ودين الإسلام، دين العزة، دين النصر إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ جمال. معلش هم ما قطعوش عليك، اظن ان هو اتقطع لوحده فما تزعلش يعني. فان شاء الله يا اخواننا نتقي الله عز وجل ونشكر النعمة حتى يتمها الله عز وجل علينا. وانا ان شاء الله ستكلم في حلقة قادمة على سؤال يطرح كثيرا، وهو ماذا، ما رأينا في الدستور الجديد، وهل نؤيده ونعطي أصواتنا له أم لا؟ فإن شاء الله أفصل الكلام بإذن الله عز وجل، لأن كثيرا من إخواننا من أحبابي ومن تلامذتي ومن إخواني يسألون هذا السؤال، فأنا إن شاء الله آخذ ما ييسر الله عز وجل ويفتح به من الأدلة الشرعية، ثم من رأي أحبابي وإخواني ومشايخي من أهل العلم، حتى نجتمع على كلمة واحدة يصلح الله عز وجل بها إن شاء الله بلادنا وحالنا، لأن حالنا في الآخرة يترتب على ما نحن فيه في الدنيا يا إخواننا. لا تظن أن أمر الآخرة منفصل عن أمر الدنيا، بل ما نفعله الآن وما نقوله الآن إنما هو الذي نجازى عليه يوم القيامة. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. إيه اللي كسبته ده؟ ما كسبته الآن بلسانها وبيدها، بلسانها وبيدها وبقدمها وبرأسها حتى بعينها، بل بفكرها، بل بقلبها. هذا ما نكسبه الآن هو الذي سنحاسب عليه. فلنتقي الله عز وجل في شريعتنا، ولنتقي الله عز وجل في الخير الذي تفضل الله عز وجل علينا به، ويكون الإنسان قدر استطاعته بعد استغاثته بالله عز وجل ودعائه لله عز وجل أن يقول كلمة الحق. فإن لم يستطع أن يقول كلمة الحق فليسكت. هذا كلام أهل العلم، فإنه لعل الله يعذره يوم القيامة. أما أن يقول الباطل ويدافع عن الباطل ويهاجم الحق، الأمر يوم القيامة عظيم، الأمر كبير. نسأل الله عز وجل ذا الجلال والإكرام الحنان المنان
أن يصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظ لنا ما نحن فيه من الخير، وأن يصد عنا وعن ديننا وعن بلادنا وعن نعم علينا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم حكم فينا شرع كتابك رب العالمين. اللهم اجعل الدستور الذي خرج فيه أكبر قدر من شرعك رب العالمين رحمة لنا وللمسلمين في بلدنا وفي كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. اللهم اهدي عامة الناس وزدنا هدى يا رب العالمين، وثبتنا الحق حتى نلقاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقض حاجتنا ويسر أمورنا وفرج كربنا واحفظ نعمك علينا يا ربنا. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة وعن إخواننا في سوريا وعن إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كل من تطاول على نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم زدهم إحصارا على إحصارهم وبلاء على بلائهم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تدل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وأبدر الدجى والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم وغيرتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.